بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. عندما يصبح الصعب ممكنا بالأخذ بالأسباب. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 567 حلقة الاثنين من ملك وكتابة. عندما يصبح الصعب ممكنا والمستحيل مش أهلاوي. أنا ما رضيتش أقول المستحيل، لأن لو قلت المستحيل يبقى مستحيل، يبقى بنتناقض. المستحيل هو ما لا يمكن تحقيقه. فخلينا عشان ما نبالغش رحت مغيرة بكلمة الصعب. لأن الصعوبات التي واجهت الأهلي منذ يعني منتصف الموسم الماضي لم يكن أحد يتخيل أن الأهلي سيتجاوزها بهذه السرعة ويقدم هذا المردود. تبدأ الموسم كأفضل نادي في مصر والقارة تقريبا، وتنهي الموسم وأنت في هذه المكان باختلاف الإدارات الفنية. ده موضوع هنتكلم فيه بالتفصيل. ده كلام مهم جدا، عشان كده حلقة ثرية، هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، حق الجماهير والكذب عبر الأثير. الغربال صامد على نفسه بعظمة لسانه، سيبكم من الخروف واسمعوا رؤوف. الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن. وفي أسرار الملك غزال المغرب الشارد ضاع من الأهلي. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. محتوى نتمنى أنه ينال تقدير حضراتكم، لكن خليني بداية أقول لك النهاردة كان في بروتوكول مهم في إطار الدور المجتمعي اللي النادي الأهلي بيهتم بيه الحقيقة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي استقبل وفد هيئة تعليم الكبار لتوقيع بروتوكول بين النادي الأهلي وهيئة تعليم الكبار، بموجبه يتم تأهيل وتعليم بعض العاملين في النادي في مقرات الأهلي المختلفة، 240 فرد. بروتوكول يهدف إلى هذا الدور الحيوي المهم. تطوير الأداء ولا تعليم مهارات؟ تعليم قراية وكتابة. قراية وكتابة. هيئة تعليم الكبار. الكبار؟ ماشي، يبقى مش العاملين في النادي الأهلي، يبقى العاملين في النادي اللي محتاجين محو أمية. اللي محتاجين يعني مؤكد إن دي مبادرة طيبة. هتقول طب وأنت ليه بتعلم الكبار ما تركز على الصغيرين؟ لأن الكبير هو اللي بيعلم الصغير. فأنت لما يبدأ، دي مثلا أحد الحاجات اللي تبدو صعبة إلى اقتراب المستحيل، اللي في التصور نفسه خلاص عدى مرحلة التعلم، فيلاقي نفسه بيتعلم ويقدر يعلم، دي مهمة جدا. طيب، هو مشكلة الأمية أزمة طبعا بتعيق حركة تنمية أي مجتمع، فكون رئيس هيئة العمل لتعليم الكبار الوفد اللي ضم الأستاذ أو الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة، الدكتورة ماجدة خليل مدير وحدة البروتوكولات، والسيد مسعد مدير المكتب الفني، والأستاذ إيهاب السعيد مدير العلاقات العامة. حضر المقابلة مع الكابتن محمود الخطيب، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والأستاذ وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان. البروتوكول بيهدف زي ما المهندس عدلي أشار إلى تنمية مهارات القراية والكتابة والتعلم لدى 240 فرد من العاملين في النادي، العمال اللي التحقوا بالعمل في النادي من إدارات خدمية مختلفة وما كانش ليهم فرصة في التعليم. النادي بيقدر يعيد تأهيلهم تاني بالاتفاق مع هذه الهيئة الوطنية المهمة جدا اللي تحدث رئيسها الدكتور عاشور أحمد عمري. قال أنا سعيد جدا بوجودي في النادي الأهلي، سعيد بتوقيع هذا البروتوكول المهم مع الكابتن محمود الخطيب. دي خطوة تتسق مع التوجهات العامة للدولة والدور المجتمعي للنادي الأهلي نحو رؤية مصر 2030، بحيث تكون إن شاء الله خالية من الأمية. قال إن بروتوكول التعاون بيستهدف مساعدة العمال غير المتعلمين داخل النادي بالفروع الثلاثة على استكمال تعليمهم خلال فترة زمنية تتراوح من ست شهور لسنة. وقال إن المجال مفتوح لأعضاء النادي اللي عايزين يشتركوا في هذه الخدمة، بحيث إن هم يساهموا في تعليم هؤلاء العمال. يعني أي حد عنده مهارات يقبلوا متطوعين يعني. أيوه، عنده القدرات التعليمية يقدر يساهم في ده، بحيث يتم إنجاز هذا البروتوكول وإتمام هذا المشروع خلال
ست شهور لسنه ان شاء الله، وابدى سعادته رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار بوجوده في النادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي بدوره المجتمعي بتاثيره الجماهيري بشعبيته الكبيره التعاقد معاه او الارتباط معاه يساعد كتير جدا في تفعيل هذا الدور في هذا البرنامج. شوف استاذ ابراهيم، انا مؤمن دايما وخصوصا في الفترات الاخيره باهميه التسويق. انت لا تستطيع ان تنجز الاحلام الكبرى الا اذا سوقت لها صح. فان احتضان النادي الاهلي لاي مشروع هو تسويق جيد. الاهلي بما له من حجم واهميه ودوره الريادي والقدوه، لما يتبنى اي برنامج هيحطه على ارض الواقع في اكبر معرض الناس تشوفه وتقدر تلتحق به. هي خطوه تسويقيه لهذا المشروع من خلال النادي الاهلي باذن الله تكلل بالنجاح وتجيب اهدافها. وعلى ذكر النادي الاهلي ونجاحاته، اتحاد الكره الحقيقه بيشكر نادي طلائع الجيش اللي وافق على نقل مباراته مع الاهلي، المباراه الختاميه في الدوري ان شاء الله يوم السبت، من استاد جهاز الرياضه العسكري الى استاد الاهلي وبالسلام، علشان يكون احتفال النادي الاهلي وتسلم درع الدوري يوم السبت الاهلي امام طلائع الجيش في استاد الاهلي وفي السلام. بادره طيبه، كل الفرق اللي لعبت الاهلي بعد حسم الدوري عملت حرس شرف. اراد ان يقدم باقي التهنئه واقعيه، الملعب ملعبه. ها؟ فان يتنازل على انه يلعبوا على ملعبه ويروح على ملعب الاهلي دلوقتي عشان الاحتفاليه تبقى يعني من النادي الاهلي وللنادي الاهلي، اعتقد دي نموذج عملي للروح الرياضيه، وانك انت يعني ازاي بتبادر بتهنئه الفائز، وهي مبادره باذن الله تجد صدى جميل جدا. عايزين نشجع على هذه المبادرات دائما، خاصه ان المباراه لن تؤثر على جدول الدوري في شيء. الكل اتحسم سواء في المراكز المهمه، يمكن يبقى فقط الوصيف في الصراع الزمالك وبيراميدز عليه. الاهلي استأنف تدريباته النهارده بعد الراحه اللي منحها بيتسو موسيماني للاعبين بعد مباراه الوداد. استأنف الفريق تدريباته اليوم على خفيف، لانه طبعا واضح جدا الحمل الكبير اللي اللعيبه خدته الفتره اللي فاتت، وبالتاكيد الجهاز الفني بيوزع الاحمال في المشاركه خلال الفتره القادمه على كل اللعيبه بحيث يجهز الكل. رامي ربيعه ينتظر ان شاء الله عودته للتدريبات او للمشاركه في الكوره، وهيكون جاهز للمباراه النهائيه باذن الله تعالى 6 نوفمبر. الحقيقه يعني عوده اي عنصر في التوقيت ده هي اضافه للنادي الاهلي، وبتطمئنه على انه يكون مكتمل الصفوف والقماشه تبقى يعني كامله قدام الجهاز الفني. ده كان اهم احداث الاهلي النهارده، لكن هناك كلام كثير في مقالي وما قالوا، حق الجماهير والكذب عبر الاثير. خلينا نقول لكم الاول، الاثير اثير الاذاعه، صحيح انه الاثير في اللغه الشيء المفضل، الشيء المفضل اللي الانسان بيؤثره على اي حاجه، وهو ايضا جاي من الموجات الكهرومغناطيسيه الحامله للاشارات او للموجات الاذاعيه، فبقى ده مصطلح الاثير دلاله او اشاره الى الاذاعه. ايه الفوضى اللي عبر الاثير والكذب الكبير اللي من خلال الاثير؟ بقول لكم يعني انا قاعد مع جوجل، يعني المفردات وشرح. انا لا، انا بقول لك ليه الاثير؟ لا كويس، ليه الاثير مصطلح؟ استاذ ابراهيم ضبط المصطلحات ده مهم جدا. ليه الاثير مصطلح يرمز به دايما للراديو؟ وبقى الاثير المفضل للحياه، لانه كل الناس دلوقتي من خلال العربيات ومن خلال الموبايلات ومن خلال كل وسائط الاعلام السهله وسيله مؤثره بتقدر تتابع الراديو. النهارده بعد الظهر لقيت تليفونات كتيره ورسائل. هو النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي شمتان في بيراميدز؟ هو جمهور النادي الاهلي هو اللي قال للاعلام ما يهتموش ببيراميدز؟ ليه يا سيدي؟ قال لك الاستاذه نجلاء عبد البر في اذاعه الشباب والرياضه مستضيفه الاستاذ خالد طلعت وكل الكلام، ليه الاعلام مش مهتم ببيراميدز؟ وليه جمهور الاهلي شمت او فرح في هزيمه بيراميدز؟ مبدئيا خلينا نناقش حته حق الجماهير. اولا حق الجماهير ان الناس لا تقودها طبقا لاهوائها.
الأستاذة نجلاء الزملكوية المحترمة رئيسة إذاعة شباب الرياضة، والأستاذ خالد طلعت المدون والمدقق في الشؤون الرياضية الزملكاوي، ها اتلموا في انهم يوجهوا رسالة ويدوا انطباع ويحققوا حاجة بدون مناسبة. بيراميدز لعب الفاينل مع نهضة بركان في المغرب، منطقي جدا ان الظروف تبقى 60 نهضة بركان 40 اي فريق مش بس بيراميدز. ناهيك بقى عن الحديث عن ان هناك تعنت تحكيمي وكان المفروض يطرد حد وبتاع، اذا الاجواء كانت في صالح فوز نهضة بركان. ما علاقة الاهلي بهذا الامر؟ علاقة الاهلي بهذا الامر ان على السوشيال ميديا نتيجة برضه لحاح اعلامي وتلقيحات إعلامية وتصرفات من بعض العناصر في شؤون اللعبة، ها استفزت بعض الأهلوية انهم يعني يظهروا انهم يعني مبسوطين، لكن هذا ليس له علاقة اطلاقا بان الأهلي وان بيراميدز لم يلقى يعني الاهتمام الكاف. ده انا ما فيش وسيله من وسائل الاعلام المقروء او المسموع او المشاهد ما اهتمتش انها تبرز كل احداث هذه المباراه وتشيد بان بيراميدز وصل للفاينل. يا اخوانا هو خسر الفاينل في المغرب، فمساله ان احنا ننكأ الجروح ونحاول نصنع الازمات ونصنع التحالفات بقى اللي هي بتفيد حد معين، صناع هذه التحالفات هم اللي وقعوا بين الاهلي والاسماعيلي واللي وقعوا بين الاهلي والمصري واللي بيوقعوا دلوقتي بين الاهلي وبيراميدز واللي هيوقعوا بكره بين الاهلي والاتحاد، مش هييأسوا، فاهمين ان دي بتقويهم، لكن هي مش بتقويهم خالص، بتكشفهم بدليل ما هو كانوا عملوا حاجه من زمان. انت بكل محاولاتك البائسه اليائسه فانك انت تصدر الكراهية بين الأهلي وبعض العناصر لم تحقق شيء على أرض الواقع غير مجموعة معينة أنت عمال تردد بتكلم نفسها وتسمع صداها، لكن الحقيقة على أرض الواقع بتبان وزي ما هنشاور عليها دلوقتي. طيب خلينا قبل ما ندخل في حتة بيراميدز نقول لكم بس بمناسبة المصري، لأنه الأهلي اللي كان بينه وبين بورسعيد كلكم فاكرينه وعارفينه، أزمة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعديها، أزمة مبررة وحديثة. أنا بتكلم في السياق لكن العام، النفخ فيها دلوقتي يطلع شوية الكدابين قوي، الكدابين قوي، أصل النادي الأهلي اللي بيتكلم على النواحي الإنسانية رفض يلعب مباراة المصري رغم أن المصري كانت عنده حالات كورونا، إشمعنى الأهلي وافق للمغاربة وموافقش للمصري؟ أنا بقول لكم ليه دول كدابين قوي؟ كدابين قوي لانه انا قبل ما اطلع مباشره هوا سالت الاستاذ حسام الزناتي، ده مدير اداره المسابقات في اتحاد الكوره، هل يا استاذ حسام انتوا كاتحاد طلبتوا من النادي الاهلي ياجل مباراه المصري للظرف الانساني اللي المصري كان فيه مع كورونا؟ قال لي اطلاقا، اولا ده مش مبدا موجود، مبدا مش موجود انه فرقتين حتى لو اتفقوا مع بعض على تاجيل مباراه هنوافق لهم، الفكرة نفسها أو الموضوع نفسه مش موجود. نقف هنا لحظة، إذن هو قرار اتحاد الكرة وليست اتفاقات أندية، قرار اتحاد الكرة ولجنة مسابقاته، قرار لم يتم فيه الرجوع للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يرفض أو يقبل، قرار حتى نفسه حسام الزناتي قال لي ما هو المصري لعب مباراة قبل مباراة الأهلي، يعني حتى إن أنت تخصص الموضوع للنادي الأهلي فقط ده فيه كذب كبير قوي. المصري لعب مباراة قبل مباراة الأهلي، العدد اللي كان اتقال ساعتها مصاب مش هو العدد اللي اتحاد الكرة كان هيوافق عليه، النادي الأهلي كان عنده حالات، كان عنده حالات، والأهلي ما طلبش منه عشان يرفض أو يقبل، فأرجوكوا خليكوا عارفين إن أنتوا بتكذبوا قوي، إن أنتوا بتكذبوا وبتنكأوا جراح ربنا يعدي أثرها على كل خير. المشكلة أستاذ إبراهيم إنما عارفين، هم عارفين إنهم بيكذبوا وأنت بالدليل قلت أهو، لكن مش هيسكتوا، هم عارفين انهم بيكذبوا وهيكذبوا، وهم عارفين انهم بيكذبوا، وانتوا الهدف ان انت عايز توقع قوي بين الاهلي وبين هذه الجماهير، وعايز تعملها لبانه كدابه وتبني عليها، وعايز تفضل عايش بقى
زي ما بيتقال دلوقتي، اصل زي ما بيتقال دلوقتي ان الاهلي رفض استقبال المصري الاسماعيلي ايام التهجير، الكذبه اللي الكابتن سيد بازوكا تقريبا حلف الطلاق بالثلاثه ما حصلت، الكابتن العربي والكابتن علي ابو جريشه وكل الناس، الكذبه التاريخيه ديت الناس الكذابين قوي دول هيبنوا على هذه الكذبه التاريخيه بين الاهلي والمصري والاهلي وبورسعيد، الاهلي رفض ياجل لكم، هتسمعوها في الاجيال اللي جايه لانه دي فلسفه الكذابين قوي. بس كمان حتى في حته الكذب انه بيراميدز لا يلقى الاهتمام الاعلامي ولم يجد الاهتمام الصحفي رغم انه بيلعب باسم مصر، والسبب ايه؟ تلاقي التفسيرات الخفيه جمهور الاهلي، اصل الصحافه بتنافق جمهور الاهلي. طب هل الصحافه فعلا ما اهتمتش بيراميدز؟ هقول لكم ليه كدابين قوي. منشطات الجرايد اللي طالعه امبارح والنهارده في حديثها عن بيراميدز، هوريكم انه موضوع البيراميدز مع نهضه بركان الموضوع او التقرير الرئيسي في كل الجرايد اللي صدرت امبارح والنهارده. ادي اللي بيقول لك مفيش اهتمام، وده مش دفاعنا على الصحافه ولكن ده كشف للكدابين، عشان تعرفوا ان هم بيكذبوا الكذبه وعايزين الناس تصدقها. انت عايز تزود المشاكل بين الاهلي وبيراميدز، عايز تستاثر بعلاقه الله يهنيك بيها بينك وبين بيراميدز، عايز توقع في كتير في العلاقه بين الاهلي وكل الاطراف، بس بتبني محاولاتك كلها على كذب باين يا باشمهندس. تباعا حضراتكم هتشوفوا كل دي منشطات الجرايد المهتميه ببيراميدز واللي كانت بتنتظر تتويج بيراميدز، وما الاهلي لا دخل ولا اعترض ولا جمهور الاهلي، لكن حق الجمهور حد يصادر على مشاعر جمهور؟ هو الاذاعه لما تناقش حاجه زي ديت ليه ما ناقشتش قبل ما تناقش الجمهور شمتان في حد او فرحان لهزيمه؟ ليه ما وقفتش عند برامج تجيب لعيبه يطلعوا يقولوا نتمنى هزيمه الاهلي؟ ازاي كلام زي ده ما لقاش اي اهتمام من اي حد، وانت بتحاسب الجمهور على مشاعر انت عارف اسبابها، وانت عارف الاهلي عانى قد ايه من هذا الكيان، وانت عارف ان ده نادي نشأ من الاساس نكايه في الاهلي. كل الصديق اشرف محمود جابوا الاستاذ محمد الليسي في برنامجه الاذاعه النهارده الصبح نفس الحكايه، الاهلي وبيراميدز، فاشرف محمود بكل وضوح قال له هو اللي الاهلي حصل له من بيراميدز قليل؟ هو احنا هنكذب على بعض؟ هو انتوا ما شفتوش؟ هو رمضان صبحي ده مش ده لاعب النادي الاهلي؟ مش النادي الاهلي عالجه؟ مش النادي الاهلي تحمل الكتير جدا؟ مش النادي الاهلي اللي فاوض هيدرسفيلد الانجليزي ووصل معاه الاتفاق على رقم ورمضان صبحي قال له خلاص بس خلص مع الانجليز وبعد كده يطلع بيراميدز يستفيد من السعر اللي النادي الاهلي وصل له وتحصل القرصنه اياها؟ اللي حصل للاهلي ده كله من قبل نادي بيراميدز وممارسات مسؤوليه. تيجي تسالني بعد كده هو جمهور الاهلي متضايق ليه؟ بس في فرق يا استاذ ابراهيم انك انت تقول جمهور الاهلي متضايق وتقول ان بيراميدز لم يلقى الاهتمام بسبب جمهور الاهلي اللي ملوش علاقه. جمهور الاهلي زي اي جمهور بيسيبه نجمه بالطريقه دي هيتضايق خلاص، لكن مش معنى كده الاهلي مسؤول اي مسؤوليه عن 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 ما يحدث. هي دي النقطه اللي عيب قوي ان الناس تروج لها، ومهما حاولت ومهما دفعت هيلفوا يلفوا ويدوروا حوالين النقطه دي وتطلع نفس الفوضى في نفس الاثير برضه. يتقال هو الاهلي زعلان ليه من بيراميدز؟ هو بيراميدز خد لعيبه، ما هو الاهلي ياما خد من الاسماعيلي، هو ما الاهلي عمل في الاسماعيلي اللي بيراميدز بيعمله؟ ونرجع تاني عشان الكذابين قوي يرددوا نفس الكلام ونقول لهم في ثلاث ارقام في هذه المعادله. لا يا استاذ ابراهيم ارجوكم احفظوها. استاذ ما تقولش حاجه دلوقتي، اتفضل خلينا بعد الفاصل لانه عمال يقول لي فاصل، لان ده موضوع بقى انا الاوان ان احنا نقطع العرق ونسيح دم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل المهندس عدلي هيقطع عرق ويسيح دمه. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما المهندس عدلي يقطع عرق ويسيح دمه عايز اقول لكم انه وليد ازارو ما حصلوش قطع في الرباط الصليبي، كانت مواقع كتيره اتكلمت انه وليد ازارو اللي الاهلي كان باعه للاتفاق السعودي اصيب النهارده بقطع في الرباط الصليبي في مباراه وديه، لكن ثبت انه لا ده هو الاتفاق في السعودي سبع تجوان سجل سبع تجوان في مباراه وديه انتهت 12، فالحمد لله ربنا يسلم كل اللعيبه خير. موضوع بقى الاسماعيلي وكل شويه الناس مهما قلت ومهما قالوا رجالات الاسماعيلي، لكن الكذاب له هدف وعارف انه كذاب. الاسماعيلي اتنقل منه للنادي الاهلي 17 لعيب وما اتنقلوش منه، منهم سبع لعيبه ما اتنقلوش نقل مباشر، راحوا عبر انديه تانية مشيوا واحنا خدناهم من الانديه التانية.
ورغم هذا هنعتبر يا سيدي ان هم رغم ان هم معظمهم ما كانوش لعيبه الاسماعيلي كمان، يعني في لعيب راح مثلا زي بركات قضى 3 سنين وبعدين مشي كلهم انديه يعني اخرى، الغالبيه انديه اخرى، انما هنعتبر يا سيدي ان هم من النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي واخد من النادي الاهلي او من ابناء الاهلي في صفوفه 27 لعيب منهم نجوم دوليين كبار كبار، وغالبيتهم ابناء مدرسه يعني الكره في الاهلي، الكابتن عصام الحضري، الكابتن شادي محمد، الكابتن محمد فضل، الكابتن هاني سعيد، الكابتن 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 محمد جوده وابراهيم سعيد، محمد جوده ومحمد ابراهيم سعيد كلهم من ولاد الاهلي بقى. ماشي. طيب الزمالك واخد كام لعيب بقى؟ الاهلي اللي بيفرغ واخد 17، واخد 19 من الزمالك. طب ليه التركيز عن الاهلي؟ الزمالك واخد 19 من الاسماعيلي. من الاسماعيلي؟ طب ليه التركيز على ان الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من نجوم؟ لان الاهلي كسب، هو ده كسب بيه بطولات، هو ده العرق، كسب معاهم بطولات، مش بي يعني، وهم كسبوا معاه بطولات، ساهموا في بطولات الاهلي، تبادلوا المساهمة في تحقيق البطولات، نجحوا، تألقوا، توهجوا، دخلوا المنتخبات، حققوا البطولات في تاريخهم بنسبة 90% من خلال النادي الأهلي، وحقق معهم الأهلي النجاحات. ال 19 اللي راحوا الزمالك ما توقفش عندهم لأن لم يتحقق من خلالهم بطولات. رغم إن اللي راح الزمالك هيجي واحد يقول لك أصل الأهلي بقى بياخد الزبدة طيب احنا عايشين طول عمرنا نسمع ان الزمالك عنده احسن سكواد في مصر واعلى نجوم في مصر، وعين الزمالك الخبيره بتجيب احسن لعيبه من الخارج. مش ده بيتناقض من انك انت بتجيب احسن لعيبه من نادي الاسماعيلي وما بيكسبوش معاك بطولات؟ مش ده بيتناقض ان اللعيب اللي بيجي لك من الاسماعيلي لا يتالق عندك، وواحد زي ابراهيم حسن هو مكسر الدنيا في بيراميدز، في بيراميدز. مش بيتناقض ان الباك الاسمر اسمه صالح الباك رايت انه وهو مترشح لمنتخب مصر جه عندك وما عادش سنه؟ مش بيتناقض. باهر المحمدي وباهر، لا باهر المحمدي، باهر المحمدي وشوقي السعيد ورضا سيكا، وخد بقى من ده كتير يعني، والهداف احمد علي جاي هداف كتير كتير، جاي لك هداف 19 من عندك راح هداف المقاولين 19 واحد. إذا مسألة إن أنت بتاخد اللعيبة لا يحققوا معاك، هي دي مربط الفرس يا أستاذ إبراهيم. لو اللعيبة دي كانت دخلت النادي الأهلي لم يحققوا نجاحات ولم يحصلوا مع الأهلي على بطولات والأهلي يحصل بيهم على بطولات ما كانش حد توقف. إذا المسألة مش مسألة لا تفريغ ولا دياول، المسألة مسألة إن الأهلي في حتة الناس عايزة باستمرار تنال منه، وهو ده بيفسر لك حته بيراميد بيلعب امبارح علاقه الاهلي ايه بالموضوع. طب ما انت هو على رايك، هو انت جاي تقول لي ان جماهير بعضها يعني فرحان وبعض مش عارف ايه؟ ده في ده انت عايش تجاره الكراهيه ضد الاهلي الفتره اللي فاتت من لاعبين ومسؤولين بيدفع لها فلوس عشان تطلع تقول لك بكره الاهلي يعني كل ومحدش بيحاسب كل قيمتها في وسائل الاعلام انه يطلع يقول انا بكره الاهلي، يوم ده ياخده وده ياخده وده ياخده يقول لك انا بكره الاهلي، ولا يتوقف احد. يا مدام نجلاء اين انت؟ يا استاذ خالد اين انت؟ يعني فين الناس اللي هي بتبكي على القيم وعلى الفير بلاي وعلى، انا عايز الاعلام يبقى له رساله ان احنا ضد الشماته، ضد ان احنا يعني انا بالعكس النهارده ناس كتير بتتكلم بقى وكابتن احمد فتحي والكابتن رمضان والكابتن وبيراميد وبتاع، بالعكس كابتن احمد فتحي قصته ايه؟ هتناقشها ولا اقول؟ هتتناقش. كابتن رمضان اللي كابتن عبد الله سعيد، يا سيدي كل انسان اختار حاجه نتمنى له ان ربنا يكرمه فيها، بس يظل الاهلي دون ان يتاثر، ده همنا ان الاهلي يظل في مكانته واللي يوفق واللي يختار اي حاجه مسير، مش عايزين نكره، مش عايزين الرياضه تحولنا الى ناس بتحب وتكره. تمام. طيب هقول لكم على حاجه، كنت مرتب مداخله بوظها المهندس عادل او رفضها الحقيقه، لانه اليومين اللي فاتوا طلعت اغنيه رائعه جدا بتساند وتدعم مؤمن زكريا، وكان الاجمل اللي فيها انه القائمين على الاغنيه كلهم
كل الأطراف اللي غنى واللي كتب واللي لحن واللي أنتج واللي شارك كله تنازل عن أي مقابل في دخل هذه الأغنية لصالح مؤمن زكريا. المكالمة كانت هتكون مع كاتبة هذه الأغنية الرائعة جدا منى عدل القياعي اللي باباها رفض ان احنا نعمل المداخلة رغم ان انا كنت متفق معاها ان نعملها لك مفاجأة. شوف يا استاذ ابراهيم، انا من شهر تقريبا جت منى قالت لي في واحد منتج اسمه الاستاذ عمر طارق قال لي فكرة وعايز نكتبها وانا متحمسة لها جدا، عايزين نعمل اغنية نساند بيها الكابتن مؤمن زكريا. قلت لها هايل، بس ربنا وفقك فيها لان مصر كلها يعني هتبقى يعني متوقعة دفء ومشاعر صادقة وتحس بحاجة بحالة خاصة مع الاغنية دي. فدي هتبقى اختبار مش سهل. قالت لي بس يا رب ربنا وفقنا في مطرب له تقله يغني الاغنية دي. بعد يومين جت قالت لي الحمد لله المطرب الجميل تامر حسني قرر انه يغنيها، وكان في فكره ان في شركه انتاج كبيره تنتجها وتنزلها كعمل تجاري. فمنا قالت لهم ما تيجي يا جماعه كلنا نعملها بغرض غير تجاري، كلنا نتبرع بدخولنا مقابل ان الدخل اللي يجي نتنازل عنه كلنا للكابتن مؤمن لما ربنا اي دخل ليها على اليوتيوب او غيره ده المؤمن زكريا. فهي راحت مهرجان الجونه السينمائي لان هي اللي كاتبه اغنيه الافتتاح للاستاذ رامي عياش. ما شاء الله. الحمد لله. واذيعت فوجئت بتامر حسني بيغني اغنيه مؤمن زكريا وحققت نجاح لدرجه ان سرقت الكاميرا يعني في المهرجان. ده لمجرد ما تعرضت في المهرجان لقيت الاستاذ خالد بيوم الحقيقه كاتب تويته بيقول العمل الغنائي لتامر حسني والذي شارك فيه رموز الفن والرياضه لدعم نجم مصر مؤمن زكريا شيء اكثر من رائع. هو ده مفهوم الرياضه على مستوى العالم. ما يحدث حاليا في المنظومه لا يمت للرياضه بشيء. رساله معبره مؤثره تجعلنا نشعر انه ما زال لدينا بعض الامور المحترمه عندما نتذكر. الكلام ده بقى مهم، عشان كده انت لما بتقول لي هستأذنك عشان يعني انا متفق ان منى هتيجي. قلت لك اولا لو هنجيب حد يبقى لازم نجيب كل الناس، ما ينفعش تجيب عنصر من العناصر. ثانيا انا منى يعني الحمد لله مش محتاجه ان تيجي في برنامج انا فيه عشان عدتك هي خلاص. لا الحمد لله ربنا. من ساعة لما قالت لك الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب لانه عظيم. قالتها من كام سنة؟ نحتت النحتاية الجميلة دي وبنت عليها. من 5 6 سنين، فهي يعني هظلمها وهظلم نفسي وهيتقال اشمعنى منا. ده مبدأ يحترم، ده مبدأ يحترم، لكن النهاية في الآخر أكيد كل نجاح وكل إبداع وكل تميز محتاج إن احنا ودولنا حق إن احنا نزيحها على فكرة. وفقولنا على إن أنتوا تسمعوا أغنية تامر حسني لمؤمن زكريا. الحقيقه اغنيه انا شايفها رائعه جدا، كل حاجه فيها مظبوطه، الكلمه اللحن الاداء الكليب موفق لانه لم كل عناصر نجوم المجتمع في تعاطف صادق. الجميل في حاله مؤمن انه تحول الى ظاهره دوليه. يعني امبارح انا كنت بسمع الكابتن هيثم فاروق زميلنا في قناه الاهلي جايب عمرو عسل ووالده بتاع السكواش هيثم السعيد. هيثم السعيد جاب بطلنا عسل في بتاع السكواش. فبيقول مصطفى عسل. مصطفى عسل. مصطفى عسل ولا عمرو؟ مصطفى. مصطفى عسل، انا اسف، عمرو ده واحد صاحبي. فمصطفى عسل، مصطفى عسل في بطوله في امريكا فوجئه انه قلع الفانيلا وراح عامل ومطلع عشان وعمل كده، فقعدوا لمده دقائق مستغربين وبعضهم اتضايقوا، فابتدوا يسالوه ايه اللي بتعمله ده؟ قال لهم ده تعاطفا مع كذا كذا، وحكى القصه وفوج ان الملعب كله تجاوب معاه. ربنا يشفيك يا مؤمن، مصر كلها بتدعي لك يا ابني. وهو ده لما يكون الانسان سيرته طيبه ومشواره جيد يستحق اكثر من هذا. لو في يوم وقعت لازم ترجع اقوى من البدايه. دي رساله الاغنيه الرائعه لكل الناس في كل المجالات، لكل حد بيشتغل، لكل حد بيجتهد. ألف سلامة يا مؤمن. مؤمن رد على الأغنية وقال متشكر بجد،
قال تويتر انا متشكر بجد. انا بس عايز انوه ده ما فيش شكر ابدا يا مؤمن، انت تستحق كتير قوي. الشخص الجميل اللي تنزل لنا وقال لنا زيعوا الاستاذ عمر طارق، اللي هو في شركة الانتاج، وهو صاحب الفكرة الحقيقة، ونشكره جدا. هو ده المجتمع الرياضي، وهو ده المجتمع المتضامن مع بعضه زي ما قال خالد بيومي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل اللي فات بكل التطورات، لكن بقي كلام كتير بعضمة لسانه. سيبكم الخروف واسمعوا رؤوف. أولا فكرة الانتقائية، علشان الناس اللي بتقول يطلع مذيع زميل يجيب واحد عشان يجاهر بكراهية الأهلي ويضغط على مشاعر الجماهير لدرجة أنه يتمنى أن الأهلي يخسر، وعهدا علي وندرا علي لأجيب خروف وأتبعه لو الأهلي لو الأهلي خسر. بصوا الكلام في منتهى التحدي والإساءة والضغط على مشاعر الجماهير. فكرة الانتقائية عشان ما فيش حد زميل يطلع يقول لك أنا مالي ده هو اللي قال. لا يا سيدي، ده أنت جايبه عشان يقول ده. بالظبط كده. ده في ناس بتطلع في برامج ممكن الناس ما تلاقيلهاش أي حيثية، يعني شوقي السعيد ده لو دورت له على السي في بتاعه، اللي بيكره الأهلي، اللي بيجاهر بكراهية الأهلي، اللي كسر وليد سليمان، اللي عمل رجل وليد سليمان قد كده، ومع هذا في حرص عليه إنه يجي ويقول علشان الخروف. ونفضل الناس كلها والترند الخروف قال ايه والخروف عمل ايه والخروف راح فين والخروف جه منين والخروف اتذبح ولا ما اتذبحش. ما تسيبك من الخروف وخلينا في رؤوف. طب ما نسيبنا من الخروف صحيح ونسمع رؤوف. رؤوف هو المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف، الحاصل على كلية الحقوق من السربون، مؤهل الى هذا الدرجة في القانون الدولي، بيشتغل في النقد او في الاعلام الرياضي، واحد من المعلقين العرب البارزين. ده كان رأيه عن الأهلي، ونسمع رؤوف بعيدا عن الخروف. أنا شخصيا كنت ناديت من زمان، قلت أنه ترجي لابد أن لا يشارك في البطولة العربية، لأنه هذه راهو نار يكتوي بها الكل. الدليل أنه الأهلي المصري لعب بالفريق الثاني، لم يجذب الفريق الأول. يعرفوا أنك المرور من موسم إلى آخر بدون تحذيرات بدنية تسبق الموسم ستكون كارثية بعد ذلك. أنت ستجابه منافس من العيار الثقيل اسمه الأهلي المصري، سلطان الكرة الإفريقية، يعني أحببنا أم كرهنا لما يكون عندك 8 ألقاب قارية، وفي تونس يعني أكثر فريق عنده ألقاب الترجي بلقبين، لا تجوز المقارنة. وبالتالي يعني المفروض تعطيه ألف حق أنك ما يلزمش تشارك في البطولة العربية وتجهز نفسك للبطولة الإفريقية، لأن في النهاية فما مونديال للأندية في الطريق. يعني البطولة العربية ماذا ستفرز لك بعد ذلك؟ الأهلي سلطان ولا الهوى سلطان؟ الأغنية الجميلة صحيح. الأهلي سلطان، وبعد كده تقول لي والنبي واحد بيقول لك بكره وبحب. شوف تقدير النادي الأهلي عند الناس. ده أنت لو سمعت حاتم الطرابلسي كمان، عايز تسمع حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية طبعاً. الكبير، دول اللي يهمونا، دول أصحاب القيمة المقام. لكن انا اعتقد يبقى النادي الاهلي فريق القرن، ويبقى النادي الاهلي هو افضل واعرق فريق يعني على مستوى افريقيا، يعني 8 القاب. شوف الاهلي المصري لا يشارك، مثلا تكلم على المنتخب المصري، لكن لما يشارك يفوز المنتخب المصري لما يشارك يفوز بكاس افريقيا. يعني هنالك داخل هذا الفريق حالات انهم في المشاركه يقدموا بشكل جيد. احنا كل معني لو نتكلم احنا عن اعرق الفرق ونتكلم على تونس، كم فاز الفرق الجزائريه وفاق الصيف في لقب في النسخه الجديده ولا لقب الانديه التونسيه؟ كنا فزنا باربع القاب، يعني ترجي 2 والافريقي واحده والنجم اعتقد واحده، يعني 4 شامبيونز ليج. احنا نتكلم يعني على فريق وحيد فاز مثل اربع الفرق. في كلام ثاني اتقال بالذمة؟ في كلام تاني يتقال؟ طب في كلام تاني يتسمع للناس اللي بتتاجر بالكراهية بعد ما تسمع للناس دي وهي تقيم الأهلي؟ وزي احنا لو عايزين نعمل حلقة كاملة لمدة 3 ساعات مش هتكفي عن الأهلي في عيونهم، في عيون الآخرين، اها، الناس اللي برانا، والكلام اللي بيتقال عن نادي الأهلي. فما تزعلوش يا أهلاوية لما تلاقوا نماذج كده. طبعا طبعا العين ما تكرهش غير الأحسن منها، فتوقعوا ان اي حد بيشتم الاهلي هو عنده مشكله.
الاهلي ابدع وامتع واقنع امام الوداد ووصل للمباراه النهائيه، والاتحاد الدولي تقريبا قال انه مونديال الانديه ان شاء الله هيكون في العاصمه القطريه الدوحه في يناير المقبل باذن الله تعالى. الاهلي يتوج بطلا لافريقيا ويشارك ويعود لمونديال الانديه باذن الله. الراي المهم جدا في تجربه الاهلي مع بيتسو موسيماني كان لصخره الدفاع وائل جمعه. موسيماني يبقى هو الرجل الأهم والرجل اللي عاد للأهلي شكله وتوازنه، وبقى الأهلي صعب أن أنت تسجل فيه دفاعيا. مع فايلر كان الأهلي ممتع هجوميا وفي أداء حلو جدا، إنما سهل أنه يخسر. مع موسيماني لا، الفريق اتحسن دفاعيا، بقى في منظومة دفاعية، بقى في منظومة. الفريق لما بيخسر كرة بيلعب 4-4-2 ويرجع يقفل الملعب، فالبيئة مناسبة جدا لكل المدربين واللاعبين اللي حابين انه يشتغلوا في الاهلي. وبعدين الاهلي بيصنع وبيدي تقل، بيدي تقل وبيدي ثقة لكل واحد يلبس تيشيرت الاهلي مهند. انما الشناوي للامانة واحد من يعني انا اختار نجم الموسم هو محمد الشناوي. هو انا عايز اتوقف عند كلمة مهمة جدا، لان هي بتلخص الأهلي بيئة جيدة للمدربين. عندما يبدأ الأهلي بتألق مع فايلر ومحدش عارف مين فايلر، فكل الناس تقول فايلر وعمل وسوى واكتشف وقال وأبدع، ثم يحصل أن فايلر ما يكملش وما يركزش ويبقى عايز يمشي، ثم يأتي موسيماني وفي وقت قياسي يتقلب الأداء إلى إشادة ومتعة. إذن هو القماشة مساعدة لأي مدرب يريد أن يبدع، أن يخلص، أن يركز، أن يصل إلى هدف، أن يكون له مشروع. هو الأهلي، هو البيئة المناسبة، هو القماشة المناسبة، هو ده الأهلي. لكن بقى حكاية اصطفلان ما جاش، الوداد ما جاش، الأهلي لعب ماتش كويس قوي علشان الوداد ضعيف. طب ما هو ضعيف عشان المنافس أقوى مما أن يحتمل. هو ده الأهلي، مش في رأينا ولا في رأي أي حد بيتكلم على الخروف. ده رأي الكابتن حازم إمام. الأهلي عمل ماتش حلو قوي امبارح برضه. خلي بالك يعني إنك تلعب سيمي فاينل تكسب 5-1 نتيجة ماتشين ما بتشوفهاش في حتة في يعني ده تشامبيونز ليج، يعني تشامبيونز ليج يعني أقوى حاجة بطولة في القارة. طب عايز اسالك سؤال حازم، كل الناس بتساله، الوداد مش بالقوه اللي احنا كنا فاكرينها، ولا الاهلي هو اللي قدر يفرض الاثنين؟ يعني الاثنين طبعا. الاهلي جاب جون بدري قوي في الماتش الاولاني، فطبعا وصد وشناوي صد بينتي، فالامور يعني خرجت بره سيطره نادي الوداد وما ظهرش بالمستوى اللي كنا متوقعينه. يعني حتى يعني اكثر المتفائلين بنادي الوداد ما كانش متوقع المستوى اللي ظهر بيه. فحاله الاهلي اكيد جيده، انك تجيب جون بره ملعبك بتقلب الموازين بشكل كبير جدا. لكن اكيد برضو الوداد مش بنفس القوه، لكن ما ممكن يبقاش نفس القوه انت برضه ما يبقاش ليك رد الفعل، لان في ناس يقول لك اصل ده ضعيف فالاهلي كسب. مش تكسب 5، ممكن تكسب 2-3 يعني. فالاهلي يعني حاجه كويسه في ان جاب جون هناك في اول دقيقتين، جاب جون هنا في اول دقيقتين، ده بيخلي الماتش بيتسهل جدا جدا. انت نازل هنا مثلا الوداد بقى عمال بقاله 5 ايام هنرجع وهنعمل، في اول دقيقتين هتدخل في جون خلاص همد طبعا مهما كان هيحاول همد. فبتطلع اللعيبه بره تركيزها، زائد ان انت الناحيه الثانيه الاهلي بيلعب بهدوء تام، اللعيبه واخده ثقه في نفسها كبيره جدا، المدرب هادي مهدي لعيبته، يعني حتى لو حد عمل حاجه غلط ما بتلاقيش اللي هو التعنيف اللي بيخلي اللعيبه تطلع بره تركيزها، لا يعني الكلام كله توجيهات بشكل يعني راجل بشوش قوي بصراحه. موسيماني ده شكله يعني شكله لذيذ يعني، انا بحبه قوي، انا بحبه من زمان من صن داونز لما جه اشتغل معانا هنا على فكره في اون بطوله افريقيا. الراجل كان تحسه بيحب مصر جدا وعايز يشتغل في مصر، حبيته من ساعتها بس. لا هو مدرب، انا بحب الناس بتلعب كوره، فالناس عايزه كوره حلوه. مصر المصريين بيحبوا انك تكسب بشكل حلو، ففي فرق ان مدرب يلعبك كوره حلوه وتكسب بشكل كويس. يعني الاهلي جاب جون اعتقد امبارح حاجه 40 نقله لغايه لما جاب الجون، دي بتبين لك ان السيطره والقدره على تدوير الكوره ومفيش ضغط والناس بتلعب بشكل كويس، فدي كلها حاجات اكيد عايز اخدك مهمة. طيب هو لمس على نقطتين او ثلاثه مهمين جدا، ان هتقول لي الوداد ومستوى الوداد، لا هقول لك لا مستوى الاهلي، لا لعب بابداع وتالق، وموسيماني قاده الى انه يلعب بامتاع، لان كورته المصريين يحبوا كورته، ودلل على ان في جون جه بعد 41 نقله للنادي الاهلي. فانا مع حازم امام
المتعة لما تمتزج بالنتيجة. وبعدين أهم حاجة لمس عليها برضو وكلنا ملاحظينها، الهدوء اللي فيه المدرب. يعني لما يرجع يقول للناس في أوضة اللبس قولوا للكابتن أحمد الشيخ اللي هو سامعه طبعا، ما تزعلش وما تضايقش بس ما تعملش كده تاني، ودي بتحصل. ده راجل بيصدر الثقة وبيصدر بدون أن يهمل عنصر أنك لا لازم تركز. فيعني كل دي سمات في صالح المدرب. لكن انت عايز تاخد محمد صلاح بعد كده ولا وليد صلاح؟ كابتن محمد صلاح مدرب الزمالك بعين زملكاوية، شايف مين ابرز واخطر لعيبة الاهلي دلوقتي؟ كيف ديانج من احسن اللعيبة في نادي الاهلي، احسن لعيبة هو السولية. جول اللي وصل بيه حسين الشحات بذل فيه مجهود غريب شوية. لا هو الاول نظرة الشناوي في اللعب، هم ثلاث تمريرات بالظبط، ثلاث باصات جول. لكن الشحات هو دي اهدافه. يعني ما بيحبش يجيب جول بسهوله. لكن ديانج هو نص ملعب ما شاء الله، الدفعه بتاعته الاولانيه دي والسليه في تطوير لعبه، اعتقد دول احسن اتنين ومخليين قفشه في احسن حالاته. راجل كمان مهتم قوي بقفشه، يعني هو بيحب خلي بالك كان عنده لعيبه عفاريت عنده صن داونز، يعني كلهم سيرين وخمابيليت ومجموعه، يعني يمكن اللي ما عندوش كان هو السرد باكين. لا كان عنده ناس، هو كان بيحب يختار لعيبه الكوره الحلوه وبيحب على الاطراف لعيبه سريعه وبيحب يبدا من تحت. وانا وجهه نظري بيرغم اللعيبه بتاعت الاهلي تبدا من تحت. ده مش كلامنا، ده كلام الكابتن حازم امام والكابتن محمد صلاح. وشفتوا حجم الاشاده وحجم التقدير للكره الجميله الممتعه اللي الاهلي عملها. بس عايزين تعرفوا اداء الاهلي بيتطور ازاي. الاثنين اللعيبه اللي اشار اليهم الكابتن محمد صلاح، الهاف ديفندرز عمرو السوليه واليو ديانج، الاثنين بالمهام الدفاعيه هم صناع اللعب. الجون الاولاني عمرو السوليه عامله لمروان، والجون الثاني اليو ديانج عامله لحسين الشحات. فلما يوصل ان الهاف ديفندر بتاعك هو صانع اللعب وهو باني الهجمه اللي بتجيب جون، اعرفوا ان الاهلي في حته ثانيه خالص. هو ده لما يبقى عندك اللعيب مهارات متنوعة تتوقع منه أدوار مش أدواره الرئيسية، يبقى انت عندك فرقة بإذن الله تكون قادرة. والتوفيق هو العنصر اللي بيغلب كل ده بالنجاح بإذن الله. ناس كتيرة اتكلمت على المباراة وناس كتيرة استمتعت بأداء الأهلي وهيمتعوكم برأيهم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين بعظمة لسانه. وزي ما قلنا لكم في هذه الفقرة، سيبكم من الخروف واسمعوا رؤوف. وسمعتوا الكلام الرائع جدا من رؤوف خليف المعلق التونسي الكبير عن النادي الأهلي. بس مش بس حتى غير الأهلوية اللي استمتعوا بالأهلي، حتى الزملاء الكبار مقدمي برامج التوك شو بعد الأداء الرائع للأهلي أمام الوداد محدش قدر يمسك لسانه عن الإشادة والفرحة باللي شافه. جون حسين الشحات، جون حسين الشحات ما استمتعش بيه جمهور الاهلي بس، ده حتى عمرو اديب نطق. يجب ان اتوجه بالتهنئه للنادي الاهلي لوصوله للنهائي الافريقي. مش ده الموضوع، مش ده الموضوع يا جماعه، علشان بس المعلق ما اداش الباشا حسين الشحات حقه. ده جون يتدرس. اللي عمله حسين الشحات النهارده ممتع، اللي هو تبقى قاعد لوحدك في اوضه وبعدين حسين الشحات يعمل السحر اللي عمله اللي هنتريشه ابو اجنحه المحلق، فتلاقي نفسك وانت قاعد في الاوضه لوحدك قمت ووقفت تسحف لحسين الشحات. النهارده حسين الشحات جاب ثمنه، يعني يا حظه الاخبر اللي حسين الشحات يرقصه. الجون عالمي، الجون كوني. اللي عمله حسين الشحات النهارده موهبه غير طبيعيه، يعني اللي هي الحاجات اللي هو ايه؟ اللي هو تتفرج وتقول طب انت ازاي كده؟ وانت ازاي رايق كده؟ يعني تحس ان هو كان معلق على اتنين شاي. هدوء، اعصاب غير طبيعي، وتمكن غير طبيعي. جهازه العصبي اشتغل ازاي؟ يعني طب ما انت رقصته مره خلاص انت والجون بقى، لا تعالى تاني
في الدور التحتاني ناكل لحمة ضاني ونمز بزداني وبعدين راح قايم تاني وبعدين راح رايح له تاني وبعدين راح حاطط الجون تاني. شيء مذهل. فأنا بأهنئ النادي الأهلي بوصوله للنهائي وإن شاء الله يلحق به نادي الزمالك، بس ربك كريم وحسين الشحات ما يكونش موجود في الماتش النهائي. معرفش إزاي يعني تصرفوا إنه حسين الشحات ما يبقاش موجود. اللي عمله النهاردة حسين الشحات يخوف. على فكرة أنا مش أهلاوي، حضراتكم تعلموا إن أنا مش أهلاوي، بس بجد انبسط. أنا كعمر انبهرت، أنا كعمر انبسط. اللعبة الحلوة تخليك تقوم تسقف. المدرب اللي هم جايبينه ده واضح إنه كويس، واضح إن فيه اللعيبة بتثق فيه، واضح إن هو له شخصية ومهتم جدا طول الماتش. مش هممنا حاجة، اهجموا، مش دي القضية، مش دي حكايتي. أنا مش جاي أجيب جول، أنا جاي أكسب. الأهلي لازم يكمل. فأنا بأهنئ النادي الأهلي بوصوله للنهائي. يا كابتن عمرو والله العظيم بنحب نسمعك كتير وعشان كده ونمتعك كتير بإذن الله. لكن أنا مع الكابتن سيد يا إبراهيم لما قال له لو الكرة دي ضاعت كنت قطمت رقبتك. لأن الحقيقة حاجة مرعبة. كان قفشة جنبه نعملها له كده برضه جون، كانت بقت جون حلو برضه. يعني بعد الترقيصة دي والباصة دي، هو حسين يعني في الماتش اللي فات قالوا له ما رقصش الجون. ما رقصش ليه؟ فقعد يعني يسترد الثقة. هو الموقف حكم. وحاب أقول لك هو قال في حد كلمني وقال لي ليه ما بتعمل يعني ما بتلعبش لعبك، وأنا حاب أقول لك مين هو بعدين. فعلى أي حال على فكره كان كمان سلوك رياضي كويس منه انه راح سلم بين الشوطين على المدافع المغربي، لان دي كوره عموما. بس المهم جدا في الاستمتاع بتاع عمرو اديب يعني اني ازودها، بس بالضبط. الموقف هو حكمت كده اجبرني. انما اللي قاله الاستاذ عمرو اديب على المتعه العاليه جدا في جون حسين الشحات، تم برهنته عالميا انه تقريبا هدف حسين الشحات عامل نسب مشاهده عالميه مفزعه من شكل وحلاوه. مودريتش عمل حاجه قريبه كده يعني، قال لك ده بيقلد حسين الشحات. لكن انتم متخيلين انه الاستاذ احمد موسى، ما دام جبنا عمرو اديب وهو احمد موسى راجل اهلاوي، شاف جون حسين الشحات من حلاوته كم مره؟ نشوف. في اهداف كده لو قعدت تتفرج عليها كل 5 دقايق ما تملش. حسين الشحات اللي عمله امبارح في لاعب الوداد المغربي ده جون حكايه. تقعد انا من امبارح اتفرجت عليه للنهارده بتاع مثلا 60 70 مره، ودلوقتي اتفرج عليه كمان مرتين 3 4 زياده، وكل شويه اقعد اتفرج على الماتش، على الكوره، على الجون، على الترقيصه، على الظهر، على الوقعه. غزل ورقص شمال ويمين، وحسين الشحات مش كفاه مره يعني، خده الاول شمال وبعدين اللاعب ايه دخل ده انتظر، فحسين روح واخده يمين وبعدين راجع تاني شمال ويدخل على حارس المرمى، رقص والحارس يحطها له في البعيده، الحارس مستني الكره تجيله شمال راح تحطها له في القريبه، والحارس طبعا عينه الناحيه التانيه. اللي عمله الشحات امبارح لا 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 ده جبروت، ده جبروت، ده مش لاعب يعني. الشحات امبارح ال 140 مليون ده بثمن ال 140 مليون بتوع امبارح. الكره الجون اللي جابه امبارح بصراحه، مهما يعني كنا بنزعل من حسين الشحات ونتخانق مع الشحات وانت ما تسواش، لا يا حسين يا شحات اهو بنقول لك جبت ثمنك امبارح، بس مستنين واحده زيها في النهائي. احنا النهائي منتظرين كره زيها. مين بقى اللي يترقص ترقيصه دي؟ ما اعرفش، احنا ما نعرفش النهائي مين، لكن مين هيترقص ترقيصه دي ويجي جون بقى وانت شمال يمين، هات شمال يمين جون، يلا مزيكا، ولا تقول لي مزيكا ولا تقول لي حلاوي ولا تقول لي اي حاجه. من اجمل الاهداف الواحد شافها يمكن على مدى سنتين ثلاثه اللي فاتوا بصراحه، يعني تستمتع وانت بتشوف الكره دي لانه غير متوقعه. بس مع الشحات، الشحات دايما ايه، اعمل المستحيل. هو الحقيقه المتعه استاذ ابراهيم احد اهداف كره القدم، فانك انت تبقى حاسس انك انت تقدر تجيب جون ممتع، بس يعني يا رب تجيبه باستمرار يعني اذا قدرت.
ما قدرتش خلينا نلعب في السليم اكتر بعد الترئيسه الاولى للمضمون اكتر، ما علينا، لكن خلاص هي متعه وربنا اراد ان يعطي اشاعات هذه اللقطه عشان ترد. بس يا استاذ احمد والنبي اعملوا معروف، حكايه 140 و120 مليون، هو الدولار بكام يا اخوانا؟ 5 مليون دولار ب 140 مليون جنيه، ليه الدولار بكام؟ المساله كلها لم تتجاوز 85 مليون جنيه، بسعر الدولار وقتها، هنقدر نقول زي 13 مليون جنيه بتوع اكوتي. هنفضل نقول كلام زي كده، وهذا الكلام بيضغط على اللاعب وبيضغط على الجمهور والناس تقعد تقوله لا هو مش 140 مليون ولا حاجه، ولكنه النهارده هو يسوى 140 مليون. لكن اداء الاهلي الرائع والفوز الكبير وموسيمان المبدع خلى صديقنا العزيز عصام شلتوت في قناه الحدث يقول احلى كلام. موسيماني والاهلي شكل تاني، غامرت يا بيبو مغامرة محسوبة مش مقامرة، غامرت يا بيبو وجبت الراجل خليته يرجع شخصية الأهلي، شخصية الأهلي فايلر خلص عليها مع كورونا، وبالتالي رجع موسيماني شخصية الأهلي للعيبة تاني. لو ما شفتوش اللي في الملعب قبل ما تشكرهم لعيب لعيب، شوف الاحتياط البنك اللي كان قاعد في الاحتياطي الذهبي بتاع النادي الاهلي كانوا قاعدين ازاي، حتى في قعدتهم قاعدين احتياطي وغطاء ذهبي، ارتدت ثقة لاعبة النادي الاهلي لنفوسهم تاني. والله ليه؟ لانه مع فايلر كان بيلعبهم على طول، العب شوط ما شطش ايه، لانه هو قلب موظف من اول هذا الفيروس اللعين، وبالتالي ولا كان هيبقى فيه اي مدرب قوي ومتين غير واحد زي موسيماني، داهيه كرويه افريقيه بنكهه عالميه، واختيار غايه في التوفيق، اختيار زي ما كلمتكم عنه كتير قبل كده عن مدير فني عارف بيعمل ايه، شغلته الكوره بس، وبالتالي لم يغب الأهلي كثيرا ليسترد شخصيته مع موسيماني. اشكروا اللعيبة زي ما انتوا عايزين، لكن فكروا كويس مين اللي خلى لعيبة الأهلي تتذكر جيدا انهم سوبر نجوم بس بالتكتيك والعمل. جمهور الأهلي من حقه يفرح، مش بس عشان الفوز رايح جاي، لكن كمان لانه استعاد النادي الاهلي فكره السيطره على المنافس، ايوه ترويض المنافس، ايوه ان الاهلي فاعل لا يمكن ابدا يكون اي حاجه تانيه من الكتاب الكروي غير فاعل. الاستاذ عصام شلتوت باسلوبه المميز ونكهته الخاصه ونظراته المختلفه لمس على شويه حاجات. الاهلي فاعل، هو يؤثر على الحدث ويسيطر عليه ويوجهه، ولا يمكن يكون احد شيء اخر غير كده، ده المفروض، دي شخصيه الاهلي. بتلاحظ الكلمه دي ان شخصيه الاهلي ان يكون فاعلا، ولكن ايضا لمس ساب الملعب اللي كلنا باصين عليه وراح على الدكه عشان يكتشف كيف ان التفاعل اللي في الملعب كان منقول على الدكه، وهذه اللحمه اللي كان وراها مدرب عبقري وكان وراها اختيار ذكي، هو هنا صاحب الاختيار الكابتن الخطيب ومجلسه ولجنته. كل الكلام الحلو ده بيخوفنا اكتر، يا رب استر يا رب استر يا رب استر. طيب الكلام الحلو والاداء الممتع، شخصيه الاهلي جابها موسيماني بجهازه الفني. موسيماني ومين اللي جابه؟ مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ده اللي لما جابه لسه من شهر تقريبا شفنا اللي يطلع يقول لك قرار فاشل والإدارة الفاشلة والإدارة الفاشل والاختيار الفاشل. فاكرين الكلام ده؟ أعتقد ناس كتير رددت الكلام الخايب، ودلوقتي ممكن تتكسف تتكلم، تتكسف تتكلم إن هي اللي قالت ده، هي اللي قالت الإدارة الفاشل والاختيار الفاشل. رأيكم إيه دلوقتي؟ بلاش رأيكم أنتوا، رأي كريم حسن شحاتة ابن الزمالك المتأصل في أداء الأهلي إيه؟ الأهلي بيفوز فوز كبير على الوداد المغربي 3-1، وبيوصل للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بعد بصراحة أداء رائع وأداء يعني
تألق فيه كل لعيبه النادي الاهلي. طبعا كنا اتكلمنا في قبل المباراه في تشكيله الاهلي النهارده، بيتسو موسيماني لعب بنفس التشكيل. وعايز قبل ما اتكلم في التشكيل واحداث المباراه عايز اقول ان الاهلي اصبح فريق مرعب مع بيتسو موسيماني، بيلعب كره حلوه جدا، بيلعب كره سهله، كره هجوميه. شخصيه بيتسو موسيماني والنادي الاهلي موجوده في الملعب. النهارده مباراه من جانب واحد لصالح الاهلي، يعني احنا قلنا حتى الوداد هيفوق شويه في القاهره بعد المباراه الاولى، لا الاهلي برضو فرض شخصيته، جاب هدف مبكر جدا واستحوذ تماما على المباراه في الناحيه الهجوميه، الناحيه الدفاعيه، كره سهله جدا بيلعبها النادي الاهلي. الاهلي بيلعب كره سهله جدا، كره على الارض، كره هجوميه، لعيبه النادي الاهلي كلها بتلعب كومباكت او الخطوط قريبه جدا من بعض، وده اللي تعب فريق الوداد. الاهلي منع كل الهجمات بتاعه الوداد معظمها من خلال الضغط على الخصم وفريق الوداد. طب كمان يعني الاهلي احبطه بدري من خلال الهدف الاول والثاني، خلص عليه يعني بلغه الكوره كده في الشوط الاول. في مكاسب كتير جدا النهارده في المباراه. الاهلي اصبح مرعب زي ما قلت لكم مع موسيماني، الراجل انسجم بسرعه جدا مع الفرقه. الراجل كمان موسيماني النهارده جرب لعيبه كتير، شفنا احمد الشيخ، شفنا وليد سليمان النهارده، شفنا كهربا، علي لطفي، اربع خمس لعيبه بيتسو موسيماني بيدخلهم في فورمه الماتشات وبيديهم الثقه عشان يبقى النادي الاهلي كل اللعيبه جاهزه للماتشات. كرة على الأرض، كرة ممتعة، كرة جميلة، كل اللعيبة بيجهزها بدنيا ونفسيا وخططيا، هكذا رآه كابتن كريم حسن شحاتة. ولكن في الإذاعة، أنت جايب حاجة في الإذاعة بقى مش كله في الإذاعة. الزميل أحمد عبد الهادي في راديو مصر أعتقد الكلام مهم عن الأهلي والتأهل. النادي الأهلي بيثبت يوم بعد يوم أنه عنده شخصية البطل، شخصية الأهلي المعروفة، شخصية الأهلي نتاج منظومة محترمة، إدارة واعية بقيادة حكيمة من الكابتن محمود الخطيب، جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة موسيماني، لعيبة رجالة وعلى قد المسؤولية، وطبعا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما على الحلوة والمرة مع الفريق. الأهلي أكسير السعادة، فوز الأهلي حالة تانية خالص بتتحكم في المزاج العام للشارع المصري. النهاردة أنا لاحظت الفرحة والسعادة والرضا مرسومة على وشوش الناس في الشارع بسبب فوز الأهلي، رغم أن ممكن من جواها الناس دي مثلا عندها مشاكل وأزمات وهموم وحاجات كتيرة جدا، لكن بمجرد ما شاف فريقه بيحقق نصر كبير جدا وبيقرب كمان من الحلم الأفريقي بينسى كل حاجة، وهو ده سر عظمة النادي الأهلي. الأهلي بفوز امبارح تواجد في المباراة النهائية للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ للبطولة، ودي هتاخدنا لنقطة مهمة جدا، وهي زيادة عدد نقاط النادي الأهلي في تصنيف نادي القرن الحالي، واللي بتوضح لنا أن اختيار نظام النقاط في تحديد نادي القرن الماضي كان صحيح جدا ومنطقي جدا لسبب بسيط. هو من غير المنطقي جدا أن فريق زي النادي الأهلي يتواجد في النهائي ثلاث مرات من أربع نسخ من غير ما يحصل على أي نقاط. خلاصة القول أن نظام النقاط والمعايير اللي على أساسها بيتم اختيار نادي القرن منطقية وفي منتهى العدالة والإنصاف، وأن في حقيقة بعيدا عن حالة الجدال المستمرة أن الأهلي يستحق لقب نادي القرن السابق بدون أي جدال. هذا الزميل الإذاعي راح لحتة تانية خالص، راح للمعايير بتاعت نادي القرن. قال لك نادي بيوصل أربع مرات من خمس مرات للفاينل في آخر خمس سنين، إزاي ما يبقاش نادي؟ نسيبها بقى لصفارة حكم ويدي لغيره لقب، وده حصل، شفنا نسختين راحوا على الأقل من الثلاثة اللي فاتوا دول بصفارة حكم، والتاني باغتيال معنوي عن طريق فعل فاعل موجود ابتدى من مصر للاتحاد الإفريقي إلى تونس. فمش منطقي، المنطقي انك تقول اللي بيوصل كل النهايات دي النادي اللي بيقدر يتواجد على الساحه بالقوه دي مؤكد هو الاقدر، وهو ده النظام بتاع الدوري، هو ده النظام بتاع كل حاجه. يعني في نظام الثانويه العامه، في نظام، يعني هو ده النظام العادل بالزبط. اللي يجيب اكبر، اللي يكرس اكتر مجموع هو اللي هو البطل الحقيقي، مش اللي يخبط خبطه وينام عليها. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كبير وجميل عن الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. بيبقى شيء رائع جدا لما تلاقي لاعب
من نادي شعبي عنده كل هذا التقدير للنادي الأهلي الكبير وعارف قيمة الأهلي، مش بس علشان ابنه بيلعب في النادي الأهلي وابنه واحد من الناشئين الواعدين في النادي الأهلي على حسب ما هو بيتوقع له إن شاء الله تعالى. بتكلم على الكابتن بشير التبعي، بس بشير التبعي مش بس بيتكلم على ابنه وأهلويته قوي، لا بيتكلم على جمهور النادي الأهلي وتأثيره. نشوف. أنا عايز أقول لك حاجة، ما حدش يسأل مني يعني. النادي الاهلي في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت واللي جايه وكل حاجه اللي هي من غير جمهور دي خسران 30% من قوته. جمهور النادي الاهلي ده 35 30 40% من قوه النادي الاهلي. طب وليه انت كده بتنكر دور جمهور الزمالك؟ لا مش بنكر، لان جمهور نادي الاهلي في ماتشات، يعني ليه الاهلاويه ما يقولوش ان نادي الزمالك قوته مثلا 50% من جمهور؟ لان جمهور نادي الاهلي في ماتشات النادي الاهلي والزمالك اقوى او اكتر من جمهور نادي الزمالك على طول كده. ايه الصراحه؟ واي حد هيقول غير كده احط صابه في عينه. انا ما انا حاضر القصه دي كلها. زائد ان النادي الاهلي ممكن يبقى خسران واحد وخسران اثنين منك وجمهور النادي الاهلي بيشجعه. في الملعب ولا بره الملعب؟ ايه؟ في الملعب ولا بره؟ لا انا بتكلم في الملعب في المدرجات. في المدرجات. لا بقول لك ممكن يبقى النادي الاهلي خسران واحد واثنين والجمهور معاه وراه. انت اصلا يعني انت لو اتنقل عليك، انا كان بيتنقل علينا مثلا خمس ست نقلات من اي فرقه كان الجمهور بيبهدلنا. ما بيبصوش علينا. يعني كجيل واحنا كنا موجودين، يعني كدوافع جماهير في الملعب جماهير الاهلي بتحمس فرقتها اكتر من جماهير الزمالك. تمام. يعني طب غياب الجماهير ممكن الزمالك يستفاد منه اكتر؟ طبعا طبعا طبعا. يعني انت شايف المباراه بدون جماهير في النهائي لو الطرفين الاهلي والزمالك بدون جماهير هيبقى في صالح نادي الزمالك؟ انا بعتبر، انا على المستوى الشخصي بعتبرها كده، ودي وجهه نظري انا. طيب ده رأي كابتن بشير التبعي في حجم تأثير جمهور النادي الأهلي ووفاء وإخلاص جمهور النادي الأهلي وقيام جمهور الأهلي في كل المباريات بمسؤولياته. قال لك ما بيسكتش أبدا، ما بيزومش على فرقته، بيفضل دايما في ظهرها. بيظن برضو على هو جمهور مين أكتر يعني. لا يعني ما هي مين أكتر دي المسائل مش محتاجة نقاش، لكنه محسومة يعني. حضور جمهور الأهلي في المدرجات بيبقى له هذا التأثير. عشان الناس اللي بتتكلم، خلو المدرجات أكتر حد مستفيد منها الناس اللي ما عندهاش جماهير، واكتر حد مضار النادي الاهلي بالتاكيد. الاهلي بيلعب كده وما معهوش جمهوره، ايش حالك بقى لو كان معاه الجمهور؟ مروان محسن لاعب النادي الاهلي ومهاجم منتخب مصر بيلقى كتير من الانتقادات، لكن في كل مره بيرد في الملعب، وفي كل مره بيبقى راي المدافع السابق ابراهيم سعيد مع مروان محسن عامل ازاي. النادي الاهلي برضو في الفتره الاخيره عجبني جدا اداؤه، وخصوصا كمان النهارده انا لاحظت ان النادي الاهلي فيه اداء عالي جدا، وابتدت اللعيبه تكتسب خبرات وابتدت تكتسب ثقه المدرب، وده اللي عجبني فاروق. يعني انا النهارده اول مره اشوف النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اهدى في الملعب بيلعبوا كوره. موسيماني عامل شغل هايل يعني. النهارده انا شفت حتى في توجيهاته فاروق، انا يمكن في الفتره الاخيره عمري ما شفت مدرب بيتكلم ان انت تلعب كوره. يعني لو الناس لاحظت النهارده في اللقطات، بعد اللقطات المعينه المدرب لغته موسيماني لغته مع اللعيبه جوه الملعب حلوه جدا، واللعيبه كان عندها ثقه النهارده بتلعب كوره كويسه قوي. طبعا الهدف بتاع مروان النهارده عمل مباراه كويسه، رغم ان انا اول واحد يعني كنت بتكلم عليه في الفتره الاخيره، بس النهارده انا بشيد بيه لانه عمل مباراه كويسه جدا في التحركات. حتى الهدف النهارده اللي حرزه كان مركز فيه وعمل مباراه كبيره. حسين الشحات عجبني جدا النهارده بالهدف اللي هو احرزه، لان ده هو حسين الشحات حقيقي. يعني بتمنى ان الاستمراريه تستمر بالشكل دوت، لان في الاول والاخر انت بتلعب مع نادي كبير ومع النادي الاهلي، فده المستوى الطبيعي للعيبه. فنتيجه المباراه النهارده اكيد هتدي دافع للنادي الاهلي، انه خلاص خصوصا كمان ان هو وصل للنهائي. واخر نقطه هتكلم فيها ان فعلا النادي الاهلي في الفتره الاخيره بقى ليه شكل. دي حاجه مخلياني مبسوط. اللي انا شفته في الفتره الاخيره مع موسيماني عامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي ومع اللعيبه، وانا من الناس اللي انا بحترمها في الفتره الاخيره كتدريب وشغل في اداء جوه الملعب. طيب ده اداء الاهلي ودي شخصيه الاهلي اللي رجعت اللي لا ينكرها حد، وشفنا كتير من كل الساده المحللين وكل نجوم الكره السابقين حجم تقديرهم، حجم كمان اشادتهم بعوده شخصيه الاهلي ونجاحات موسيماني مع الفريق. ده كان كلام كتير بعظمه لسانه، وفي كلام كمان فائض أكتر هنناقشه المرة الجاية. ولا يبقى أخيرا غير أسرار الملك، غزال المغرب الشارد ضاع من الأهلي. ما دمنا في المغرب العربي وما دمنا متواصلين مع الأشقاء في المغرب وهذه المنافسة الندية الكبيرة جدا، الأحداث فكرتنا بصفقة كانت هتكون قوية جدا للأهلي.
كنا في تونس الاهلي بيشارك في البطوله العربيه 96 97 موسم 96 97 المهندس عدلي طول اليوم انا معاه بتتكلموا من حوالي 23 24 سنه وفي يوم الصبح من قبل الفطار وحاطط على الباب رجاء عدم الازعاج ما يعني انه نايم لكن اليافطه اتعلقت او فضلت موجوده كتيره على الباب بعد الظهر او في وقت متاخر سالت الكابتن ثابت البطل الله يرحمه يقول لي جاي ده بره وجاي يا عم ده كاتب عدم الازعاج لا 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 ده جاي وافاجئ انه اللي كنا فاكرينه في اوضته في مشتل ابو نواس في تونس كان موجود في المغرب ايه اللي حصل اللي حصل ان في لعيب فاز اسمه احمد بهجة احمد بهجة في طول الكابتن غزال في طول الكابتن مصطفى عبده بس قوه بدنيه هائله مهاره وضربات راس زي كابتن علي ابو جريشه مهاره في الترقيص لعيب فاز لفت نظري امتى في كاس العالم اعتقد اللي كان في 94 وكان مباراه غالبا امام بلجيكا وراح ناحيه الخط كده لقيت واحد سارح على الخط عمال يرقص الفرقه كلها والكره دي انتهت بجون يا هو جابه يا بصاه على خط المرمى مش فاكر بالظبط ايه الجدع ده مين ده فبقيت اتابعه دي لقطات لاحمد بهجة غزال المغرب الشارد شايفين الطول والرشاقه والمهاره وبعدين راح لقيته تاني سنه بيلعب في السعوديه لقيته جايب 21 جول وبعدين رجع انا بتابع فيه بقى وبعدين رجع راح المغرب تاني في الكوكب المراكشي فاحنا كنا مسافرين تونس وانا كان الاتحاد العربي بيكرمني لان عملنا بطوله حلوه هنا وانت مدير النادي في بطوله 96 فاستنى سنة ان مدير البطوله السابق يروح ضيف واول مره تطبق عليا فكنت رايح ضيف على الاتحاد العربي فقلت للكابتن صالح انا ماشي مسافر قلت له يا كابتن انا بفكر اخطف رجلي يوم كده من غير ما حد يحس اطلع المغرب افكر في لعيب كذا 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 وحكيت له اعمل كده اتهور قال لي اتهور فاكر يوم ما السفير يعني دعانا في السفاره في تونس انا رحت واخده على جنب قلت له انا عايز اطلع المغرب بكره قال لي بكره قلت له انا محتاج تاشيره بس مش عايز حد يعرف ومش عايز مخلوق يعرف انا بقول لك حطيت لنا قال لي معاك الباسبور قلت له انا واخده في جيبي بقى قال لي سيبه بالليل هتلاقيه عندك في اللوكاندا الباسبور جالي لقيت تاشيره المغرب من اللوكاندا رحت حاجز التذكره 6 الصبح في الطياره على وثبتتنا احنا بعدم الازعاج الدار البيضاء ما حدش يعرف على الدار البيضاء 3 ساعات راكب على مراكش كنت كلمت بقى مولاي مأمون اللي هو محافظ مراكش ورئيس نادي الكوكب المراكش مولاي مأمون ده محافظ مراكش ايوه فكلمته رحت اللوكاندا الاول كنت جبت نمره احمد بهجة وكلمته قلت له انا جاي لك المغرب وانا في تونس عايز اشوفك تيجي الاهلي قال لي اجي الاهلي قلت له انا جاي لك امتى قلت له بكره قال لي انا عندي ماتش بكره قلت له تجيلي اللوكاندا بعد بكره قلت له تجيلي اللوكاندا الساعه 6 الساعه 6 وبعدين نفكر هنروح الماتش ازاي وبعدين فالمهم جالي اللوكاندا اتفقت معاه صمم على مرتب كان كبير قوي وقتها كان عايز 6000 دولار مرتب في الشهر بهجة طلب من الاهلي 6000 دولار شهريا غير انه ساينينج في حاجه كانت اقدر عليها يعني ولسه النادي بتاعه مبالغ دي وقتها كبيره يعني ايوه طيب انا عايز احضر الماتش بكره بتاع مش عايز حد يعرف حاجه انا قعدت في المدرج على شمال المقصوره بصيت لقيت التلفزيون المغربي واحده بتحط لي الميكروفون في بقي بتعمل ايه هنا حد من الصحفيين لقطني قلت لها انا بتفرج على المباراه ما قلت لهاش احمد بهجة خالص يعني انما حاولت اتوه على قد ما اقدر رجعت على اللوكاندا كان محجزين لي بقى ميعاد مع مولاي مأمون رحت بقى قصر زي الف ليله وليله الباب بتاع 4-5 متر وتخني كده وكله مسامير زي افلام اللي بتشوفها ودخلت قاعه مهيبه جدا وقاعد في وسطيها كده راجل على طقم
مخملي احمر ولابس اللبس المغربي الجميل. اهلا راجل قعدت اتكلمنا. قلت له انا عايز كابتن احمد بهجه بس انا مسافر يعني في طياره بالليل يعني اخر طياره بالليل فيا ريت ننهي كل حاجه دلوقتي. قال لي يعني ايه مش ممكن ننهي كل حاجه دلوقتي. قلت له على الاقل ننهي الاتفاقات. طلباتك ايه؟ فجاني قال لي عايز 250,000 دولار. 250 الف دولار ده رقم مبزع وقتها. اطلب الكابتن صالح مش عارف اجيبه. اطلب الكابتن حسن قالوا لي لا ده في ايطاليا عند مصطفى عبد الله رحمه الله عليه يرحمه اللي هو يعني ابن خالته وكان مدير مكتب الاهرام في روما. فالمهم كلمته يا كابتن حسن 250,000 دولار. قال لي عدلي ده بتاع فوجئ. طب استناني ارد عليك بكره. قلت له انا عايز يعني. قال لي بكره عدلي ما اقدرش لان لازم لجنه كره اكلم الكابتن صالح. انت بتتكلم في مبلغ. فقلت لمولاي مأمون قال لي والله عندنا عروض انت وبختك. وقال لي انا اعرف ناس في النادي الاهلي واصحابي جدا جدا منهم حسن شحاته اللي كان سكرتير حسن شحاته بتاع الباسكت ده صاحبي جدا وبتاعه ما باجي القاهره بنزل عليه وهو بيجي لي هنا. قلت له اذا المهم على ما رجعنا القاهره لقينا نادي سعودي اعتقد الاتحاد دفع فيه 450,000 دولار وسنتها جاب 22 جول. اللاعب ده كان هيبقى نقله نوعيه في اللعب المحترف. مطار الاهلي من 250,000 دولار ل 400,000 دولار. هو بس كان عيبه حاجه واحده بس قالوا لي كده. قالوا لي هل هينسجم في مصر ولا لا؟ لانه مودي قوي مزاجي قوي وعايز معامله خاصه. وطارت الصفقه من الاهلي يا صفقه ما لضم تم. هذا الغزال المغربي الشارد يا صفقه ما تمت ورجعت يوميها بقى الحمد لله على السلامه. كان في كتير لسه عايزين نستكمله مع حضراتكم لكن للاسف داهمنا الوقت. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في 8 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.